رغم دخل المؤمنين ما لدى شان المؤمنين رغم دخل سنة دا سكي خفار جن شي حاجة ضرورية دونك الموضوع هو استنين ايثم دي اسمع نسمى ياس محاربة الدين يني تحارب الدين ايثم انا زان هارا ثم ديتا ويك تحارب الدين ما دي جمهوريا ما دي روميا ماذا ذايا ماذا لي بوديست ماذا الهندوس ماذا محمد العلوي ويك تحارب الدين ويك تحارب الاسلام الخو خمين تسران الشين اعداء الله ورسوله الملحدين الجمهوريين ربعة التامني جمهوريين يتحارب الدين حد دي قارج ذو ذيان حد الهندوس دي ذير هند حد دي زاراديش حد المجوس حد كوريج جن من التهم ولكن هذا ما تينو الشينا نجاوب خو سقسية انغزا ويد يعني ويد دفاع عن خدين ويد تحارب الدين ماذي جمهوريين ماذو ذاين ماذي روميين ماذ محمد العلوي قيم ساكيد نخوة راح بوما نيتوج دونك نقاضي الموضوع عايث ماذي اسمع تغمم مشعاد يعني اجن 20-25 يسبكو ساعة ماكسيموم تغمم نومي قان النظام مغربي اسفيان الدنيا خي سشان ديخ في الناس اللي خي تقدام ديخ في الناس على اساس باللي انتدج النظام الاسلامي وغاسي جن ثوسمي اني غاسي جن غيرة خدين الإسلامي أريجن درجة أطلق صفة أمير المؤمنين خيني حكما نيخ الملوك الدولة العلوية وبطبيعة الحال ما نيا وجيشا ذر قنت خسامني وها ولكن دين نصوص دستورية تأكد نيخ حمى الصفة إي وانتا أميقان العلويين الملوك العلويين انت فيه مثلا ذي ثواث ويسترثاني في الباب الثالث ذي الجهة الملكية ذي الفصل بوحد واضعي من يقع باللي الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية لأن كاسيج الترجمة استمازيغ فسوس يقال فصل 41 زي الدستور المغربي الممنوح باللي الملك حشكم انتظر أمير المؤمنين استغفر الله وحامي حمى الملة والدين يعني انت يدفع عن خل ملة ذي الدين وبطبيعة الحال يتكمر وورقة والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية وذن انت يعني محمد علوي جند أمير المؤمنين اذن انت إشي تيشن تصغاث يضمنا إش تصغاث حومتاف أتعب ذي ذا ربي واشي تعدي حد واشي تعدي حد قبريد واشي قطع حد ويقار مانايا يقاري في الدستور طبيعة الحال مانايا الطز قامي زي 56 يأقضي الدستور من المغرب أقضي لا حدود الساعة طبيعة الحال إثما ذي اسما مانايا مار من أجل باش استحمان أيذوذ استحمان الشعب وبطبيعة الحال المخزن ينجح إلى حد بعيد خاصة مع الأسف غا رجدوذ النخ تحنثي النخ يموت النخو تقريبا مارا ستي ما سنة يا مار بيسكوشيا توغا رجدوذ النخ يعني جدي جديش جدي سموين نيخ حناد حناش الحنا سموين مع الأسف توغى الأغلبية الساحقة ثومن باللي محمد علوي يخذر حسن ذيون النبي قديس البركة وغير خاصة كي يحكم لي أنه يسكي الرسول باللي محمد الخميس إن يذي التيارة يسغوي يتعمى مازوت يذور التيارة وتتبو مازوت إلا توغى الخوة ومن بعد يسغوي يتعمى سواماني زميت يعمى لي صنص وداخلني نشا ليسانس النومي في عماد وجنة ما يازم ثوار
ما يعمار تزيد اخر التيار هذا محمد الخامس تو غتعمار سنت ليسانس تزيد اخر وتجيبو زباره. اذا من هي يثما دي السما يقابل لي نعم المخزن يوض باش هذه حش خريفيين تريفيين لقرون عديده متعدده. دونك نشي نهار الحمد لله نفاق زيتا غيوريا ونزما داختي حشاو علوي ورا جدتو علوي ورا الحناس تاع علوي شتوا زما نسني لا سخارقا ديك الدابن طار ونحرم المجرمين ديك الدابن وتجين امير المؤمنين وتجين الحامي الحمى المله والدين وتجين بو الضامن لحريه ممارسه الشؤون الدينيه نسني لا اصلا 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 ينوم يقاني علوي وتجين دي مسرمن نهائيا. دونك نشتي وزما داخت حشاو حشان تير جدود النخ الله غالب رجدود النخ موتنا ثانية حمسي دار ربي ولكن الشين وزما داخت حشان بالعكس الشين هارا نسشناسن حتى في ذتي ويدو ذا من يكمر. دونك انا عقبية ما دي السماء غا الموضوع النخ باش اخاس نكمر ونتفق شي الطاس باش نحاول ادنانيج الموضوع النخ ان شاء الله من رجتاب نيخ وجيشان مانايا وها اذي تحشا النظام مغربي نخا علوي إريفيين دي مغربيين دي ماراوي توغا في استعمار بل إتوغا يتقدم دي في الناس باللي انت زي سلالة النبي وانت ذيون النبي علما أنه نشي ممش نسل الرسول وغاس بو ثاونس الرسول ثاونس إيش كانس أبا القاسم أعتقد إبراهيم قاناش موثن تغرس العدي الدع وتجين بو ثاوانس وتجين بو السلالة وتجين بو الزارع ويقدان زي ثاروان الرسول أني نشينت دا فاطمة فاطمة يمس الحسن والحسين تمغات عالي ولكن شين سن إلا يعرض تقنن غبابة سن وتجيبو غيمة سن إذا ما مجلسي قام محمد علوي أذيري ذايا ونتمغات وتجيبو مغايس. اذا نزيد انطلاقا منايا حتى ما نروح خارق ننسب يتاكد منايا باللي خارق الخويدو دواها كتازي منايا واش كني ونيشان زعما ثومنم الا محمد حاشاكم محمد نستا ذيون النبي ما جاستي واش مثلا غانخ الحمض النووي الرسول نقاس المقارنه الا واش غاخش نسمن شن دليل تاريخي الا واش غا شن دليل علمي الا يعني جسي قال الرسول قاس كانش ديون النبي علما لا يثم هذه السماء باللي ثاني تحقيقه باللي الحسن ايزا وتجيبو ذمي اسم محمد الخامس وتجيبو ذمي اسم محمد الخامس وذيره وإذا يتغيارين ويقيران الحسن الثاني من يعني بس يلا إني تأتي ذا يتم الغزمان ماذا شموي نذما وذشا ماذا شنو ذا نتفان كذا نخما وذشا الله يرحم الوالدي الله يرحم الوالدي نومي قان القايد القلاوي أقراخ ذا العلماء زيغ انت انا اشتغل اي نشو هيك بورين زيغ انت انا التصيب وهريين اذا واخا اذا لا يثمى ذي السماء لازم خيش القوس في ظرف وجيز الحاول اخذ 8 مينوت اللي يكمر مدايا تحس ذا ومتين ومليح محمد الخميس توهذا ياسي جنت مغاض توغات تسمخ تقانس عبنا إيه دايست والنوم يقان القايد القلاوي ميس مراكش وميستيه ذا ثمغاث النير توغات سعديس تبع مليح وميثوح سما ثمغاث النير غا محمد القمر توغادي جا غا سعديس ماشا محمد الخامس ويسين شاع روح الوسان وسند طم غاد مني في سيع دي سي تغير اسم محمد الخامس دميس ولكن وثتو غيشا دميس ربما ذا يايت مثلا خذا غشينين يوبا من يقايا موي السور وها الا منايا يتعاود يتي جو فرانسيس ذا بستو غاد الطبيب الخاص محمد الخامس كان سيور تخاسي جو ماخوذ غيبا يالف رخو ثنين الكتب
يقار سي محمد السادس ما راه ثقاش دميس الحسن اللي خدميس نيخ الحسن دميس محمد وحق يعني التحليلي دما نشد حمل خل المسؤوليه او اضبي بني ايجان دا فرانسيس دباباس نسي دوا ايجان قناس اي بين اسم نيو دريا اصح ما كيدي شان شان المفكر خوني شان ويكس النضبي بني مجلس هوني دوني 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 جيرار فوري باز زي ما شاته ومتينو باز 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 اش يحفظ سيد عبي المهم المهم يا ايتما كاتو غسنا خمجلس كان غزاح باش وسط كان وكاد يوبيك صغاري كان واحد اسوا باز دوني انت جيرار فوري جيرار فوري ايتما دي اسمه اتهم من هي اتهم الدليل والحجة الكتب تين 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 باباس تغضى طبيب الخاص محمد الخامس يناسي محمد الخامس او ديك احن جاين وين كواجبو ذميش كواجيشا ذميش وغاسمين غايد لان تغي عذور وقت ومن بعد محمد الخامس وذ ينغي محمد الخامس ينغي الحسن الثاني فرنسا دائما حسب من يلقى ميس مضبيب الخاص محمد الخامس وبعد ذا سني ميشاج دي مانايا ولكن يلقى ميس باللي وغير ناناس قمرة وذكي مانايا نشنمخ إذا نايت مدي اسمع مانايا يلقى باللي وذين لا النبي لا الصحابة لا علي لا فاطمة ينا عائلة لقيطة والسن بابا تنزق مثلا ورخو مثلا وني وقع ديري امير المؤمنين المغربيين ديري فيين بيولوجيين وميقان الحسن بويم الزغن وني واجبو ذمي اسم محمد الستة وني ذمي سني الجن قانس خالد فكري تغاف الحارس الشخصي محمد العنوي سالمناسبة خالد فكري ان انا شوف نخلصي شفان وحاسا شان بيسين غينت سخدم العقرنش ينا مراكتي تسوقاتس وترقفذ فما بالوك ما تنفذ حتى تنغض اسال يا حوش فاغاثيمك انا بلع القوس ايت ما دي اسمع انا عقب غا الموضوع لان باش بلا روح خدم انا يا ربما وزي سنت فرشه ولكن لابد ايت ما يري فيا السنن باللي محمد على وجبو ميسن الحسن الحسن وجبو ميسن محمد يني مهم حاشاكم ام يقزين اقزين ويقزين ما مش ني خرخو سمحت يا خل المصطلح هذا ولكن عائله لقيطه والسن الاصل النص زي الفصل النص تسند غيري في ناري قاش امير المؤمنين تقنس الركوع السجود السور دي ممجز قان دي ذي الخطابات انت قارس حا وقد قال جدنا الحبيب المصطفى زعم الرسول جدس الى اخره دون كان بلع القوس يا اثمان غنعقب غالموضوع النق باش انو يوغا الزاك ودان تغيمي بون الدورة ذي الخاوي غيك محمد العلوي اذا انا اثمان نخ نيخ باللي نظام هو ويقيم شي استغل الدين ما مش تغي تقوم زوارو نهار يثمى ذي السماء يدور يتحارب الإسلام يتحارب الدين نشو هذا سيغوى الدفع عن الدين لا ولكن سيغ ذات سبينخ مدى النفاق نينو مقاني علويا إذا جدي سبيانا ظاهريا باللي ذيون النبي ولكن دي العمق نسن الشيطان سيتبرأ منهم الشيطان يعور الفغ زي المغرب الناس قاعدين يجي كان اسمه محمد علوي يخديني علوي دون كيف ما تنخ اي ثما تنخ دي السما تنخ المهم الكريج التعليق ضم زيان اي ثما مزي السنخ الا جمع وردي عدوديها ديني نشي ان انا يوبا وزمات اتي سيد الحقيقه خرج مضبيب ربما مضبيب اني مثلا ني خميس اني مضبيب اني يمكن يسخاريق يمكن غاس حسابات شخصيه محمد علوي يمكن والسمخ ربما دون كدار خيود انا هنا باش نسبد الموضوع هذا وقت قلبو وين هم جس قانا وخا تسعدون ود كاكي من الزوخ هذا ومن خيت ما نهار هذه العالم مرا فقد شوهد بنادم وها انسان عادي جدا راه فقد شوهد يوبر انسان عادي جدا زما خش دعيخ اشاو يخل محكمه هذا زوخ التعويض ومرات هذه ذي دي الشخصي نوما تحت غير حبس حسب القانون الجديد اللي جا نهار هذه العالم تبع نصور ذاك الشخص عادي جدا ذيوبا وغاس لا سلطة لا مال لا مليار يعني وغاس ورادي جناح دونك من غاثيني ذا في يوماتينو هذه فريج بنادم ذي لي داعى الطفرانسيست
كتازيم انا يالف الكتب يقاضى ياسمين داو مني خامو بلا ما تدخل الدوله المغربيه ولو سماني جنت دخول بسيطي كوباريز من الشمال ما مش غادي شارح من انايا كنيا اتسقاخ ذا اتسقاخ واني خلادي جمهور لان الدوله المغربيه غاسل حق اتدعى السيده غتاوي غير حبس نهار نهار قبريتي وشا وغاس الامكانيات تكمانيا قاد الملك تمسيت في الشرف الناس تقدر الزعزعة غيودان تشوهات تعريت تسمى ذمي صن الله قيت وزيد 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 مادام الدولة مغربش تلتزم الصمت في الموضوع سابو دي قادي نشان حجث انبلع الموضوع باش جوابا خيايت متنخ لان زريخ ربعا التعليق عدو نتيد لابد غاس نتنبد اخاس نتنجو دون كيف ما نيخ باللي رمخ زنارة يدور يتحارب الإسلام ذي الوقت ذي انتاف إنهم يقان رفقا واد العلماء ورديش زيسن ما إنا إجم وور سكورشي التزم الصمت دونك من تسلم موثدج المقدمة الموضوع أنا الفايث مديس مدي انا في الموضوع نخ ما يمين اذا يديوس الموضوع عاد ما يزيديك باش ونس زقات شيا ورنخ قبري ترتيا ما يثما في السماء تغاي ذي الفيسبوك تو عفوا دي التيك توك السن منيف قرخون دور مبليو كورا ماكش تسقات تسعدو ماني ما يجيش نعجب الضز مساقا خايف ما في السماء يجي جن فيديو ما مش نخ دي التيك توك إيشان تحنجيرين يمكن غاسن عشرة يسبقو ساحي العاش تنعاش ماكسيمو مين دا سنتي وقعني تحنجيرينا وزن دخاسن زي المدرسة مسألة خطيرة جدا 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 ما يمي ما يمي يخاسن دوز زرن زي المدرسة لان تسرمي فيديو كاكا خداوة وكذف ما غالي ان يا تعرض الحجاب عادي الحجاب كين تعرض دزيرة يعني ناري فدن يسنفا قد تمزيانين من غير نفا اصلا دونك سر سبب معروض النيثما يكحسن تطردزي المدرسة مسألة خطيرة جدا قاش غاي فاميليا ذي هولندا ذي بلجيك ذي فرنسا ذي ريفيين عموما عروض من تحنجيرين ني ذي دوم قاخر خو تراحت الزايس ابغان ذي هولندا خدمت الزايس تفغنت الزايس ولا هذي جو غاس انتي تسيول ذي الدولة الامير المؤمنين ذي حنجيرين قينت الحجاب تم طردهن من المدرسة مسألة خطيرة جدا قا يخصص وبدي ما نايا ثوما توزمان كان عدوا ما نايا وجبو نورمال امير المؤمنين ايو النبي نمشي قان تا جدي رسول الله يتز الخثاثة تحنجيرين زي المدرسة ما يميلي انك قنت الحجاب ما نايا ويجي العالم من يوى يجيذ العالم إلا محمد علوي في مملكة أمير المؤمنين إذا نيث مثلا خباش باش وقت تهي من كان صخاري كامر بدا انتو يوم الدليل من موسى يثما ذي السماء قيم ثاكي ذنخ أثنسري فيديو يا أثنسري جنتنين مينوت وا لأن ذي شوية الطاس 2 مينوت 2 مينوت ونص تسلم مليح قا فيديو غاستر تيام زقوم يوقع مانا يسحس مليح يا يثما السلام عليكم انا تلميذة من مؤسسة ابن سينا اسمي فاطمة زهراء عبيد الاخت اسمها نسرين والاخت اسماء حنا تلميذات تعرضنا للطرد من طرف سيد المدير نور الدين المنصوري دابا 5 ايام باش ما دخلناش للمؤسسه دابا 6 ايام باش ما دخلناش للمؤسسه باش ما دخل ضاعوا علينا بزاف ديال الدروس
بزاف ديال الامتحانات، حنا ما عرفناش يعني باي حق كيحبسونا، باي حق؟ علاش؟ لان السمنيه طويله، لان السمنيه طويله. كيقول لك واش حنا السمنيه طويله يحرمونا من الدراسه؟ علاش حنا ماشي مغاربه؟ حنايا مغاربه وهذه دوله اسلاميه. السلام عليكم، انا الام نسري، تعرضت بزاف للاهانه، كيقول لها الساعيه، كيقول لها مشي تسعى، مشي بلاصه تسعيه، وانا ما راضياش بهادشي اللي واقع لبنتي، وعاد سكوتيري بالباب مشي يضرب لي بنتي، ما خصوش يضرب لي بنتي، ما عنده علاش يقيسها، ما يقتلش بنتي، صافي ما يقتلش بنتي، وانت خصها ترجع دابا. حاز حاز حاز. السلام عليكم، انا كنت تعرضت للعنف بسبب السكيورتي، يعني حنا كنا طلعنا نيابه، النيابه قتلنا، هبطوا الباب بقوا واقفين، باب مؤسسه، حنا هبطنا باب مؤسسه، بقينا واقفين، قالوا لنا ما تحركوش، حنا داكشي اللي عملنا، ملي بقينا واقفين باب مؤسسه، السكيري تخرج قال ما عندكمش الحق تبقاو واقفين هنا بالمؤسسة. قلنا له علاش ما عندناش الحق؟ النيابه قلنا بقاو واقفين بالمؤسسة حتى يدخلوكم. في الاخير قلنا نوضوا من هنا او لا نقلع شي وحده فيكم من الحجاب. بقى كيقول علينا شي هضور اللي ما نقدرش نوصل لكم. صافي ديك الساعات قلنا اذا ما نضتش شي وحده غنحيد لها الحجاب. ديك الساعات كنقلع عليا الحجاب عايده في وسط الناس، والدليل حتى تقطعت السنيه، هاي السنيه فين مقطع؟ هاك شقي غاصه صاروضه. انا بغيتي تعدل هاد الباس، هذا ماشي سوريا ولا السعوديه، علاش هادي ماشي دوله؟ هادي ماشي دوله اسلاميه اللي حنا مشيو للسعوديه. ودي ما تغير من السعوديه بنيتي، حتقدروا ذني كرخودين ابو سلمان. يا غريب، بغى ابو سلمان يجيش على الحجاب، يكس كرشي راه انت يغدر كرشي. اذا نايت مثنخ باش ون كطايا تص لان الشسنخ الا في التقام ضرب على النود راه شنين تسخاري قض. اذا هاد ناوي الدليل، اذا ما مشت السلامه يثما ثلاثه د الحنجيري تيم حضارين بقى يمكن شحال حيد 10 يسقو صغيري غاس نديب واحد برنس انت مريكن وثنت حاض غانت يوزر تخاص انت المدير قال انت حتى يسمن سميني على المدير. اذا من يتجا الدوله الاسلاميه من يجي أمير المؤمنين؟ من يجي أمير المؤمنين؟ قال خوخ سنسن أمير المؤمنين ما يسكي. وتجي حشومة ثلاثة حنجرين خاص انت الزرد زي المدرسة مغا لأن يا بنتي دارو ذو الحجاب من يجي الحرية؟ واش تمغات مرات قيارو مهم تقبري ثنتاث والسنخ محتشام نيختين تين والسنخ واش لابد خاصت الزرد نيخا خاص ما رسخنش السيادة ينو وجنت مغاث في الناس يجي يكتيت السيكيريتي مبارك يشتني غاصة صاروض يكسس غاصة الحجاب يجني الناس الحارس الناس يوار ذا عفان يمكن الناس يوار من الزنق. إذا ما يمين شدو يخل الموضوع ما يمين من داير وحن شدي عخ روقتين وخل الموضوع او مين يخمي قبل ما داو مين يخمي مي مهم ونسشمد بالمراحل معليش. اذا انا ايريفيين يمسرمن ما مش تزريم دولة محمد السادس تحارب الاسلام مين غادي يقم ذي الموقف مين غادي يقم يثم شكون فيخ مين غادي وفيخ مين غينيخ ورا مين غش ما يميق قاخا ورا بنزي كنيو الطاس نتواريوي انهم يقام الذباب الالكتروني للمخزن زي سبعة ديريفين مع الاسف تتهم ما نخنشين باللي الملحدين باللي نشين تحارب الدين. إذا ويك جند الملحد الخو ماذا نشين ماذا النظام المغربي واش تزمامة التناول من الموضوع
واش زعما ما تتهمم باللي النظام المغربي تحارب الاسلام ما مش دا نختحرك تهم من الشين بهتانا وزورا من يتجنف قوات الأئمة من ما يسكي مش تمساوى قنبو الاستنكاري يرخدم ثا الشنيع معليك ما لا يوقع ذي هولندا نخذ قليمان نخذ فرنسا رفهم تسكور شيري تسموري ما خيري ماني ما نعرى التيك توك كني ونفس السوار متقمة قابقى نظام عنصري قايد حارب الدين قاثين 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 ولكن ما مش تمسار خود سقام ورديش زيوم ويسي ما يمي ومي ومي الفاعل كان اسمه محمد علوي ورديش زيوم وزماد يعني اللهم إن هذا منكر مرة تلتزم الصوت ما يمي مش تمسار واش وتورين بولر مخزن هارا يتسجع غالكفر واش هو تورين بول النظام مغربي يقارا سيد مغاثي خصها تكس دارو ضمن مارة باش هاد ياسو سعودي ذو كويتي ذو اماراتي ذو مارة يمارش انهم يتعجب البيدوفيليا اداس باش هذا فنيح نجاني مزيانا واش هو تجيبو ذمانا يكتك نهار النظام مغربي اذا ما يمي وزمات السيور ما يمي وزماتيني من اللهم ان هذا منكر واش هو تويري ملا محمد علوي النظام مغربي ينشر العهر ارمي دور ثين دام المغرب سما ذا الاوتيلا الديمقران واش هو تويري منايا يوقعني الحنجرينا ذيج الاجرام في حق الطفوله ادعاو خيو سكسي ذا وكشي غاهم زوار ويثما ذي السما ويك جند الملحد رخو ماذا الجمهوريين ماذا النظام المغربي جاوب ثاني خيا يثما يخسخ الجواب منيشان ويك جند الملحد ويك تحارب الاسلام نهارا ماذا نشين ماذا علو ماذا الجمهوريين ماذا النظام الملكي وزيد حارب واش نش شخصيا نش نخشك نخشم اتقبر ذا تحن جا تعرف تتريد العاهرة وتقبرت شا وزمان قبر ولكن مغربي قبر زيد مغربيين دايرين د العاهرات نشين ثاري فشت ناس زاتيري الشرف الناس الكرامة الناس اتيري سوايز الناس سرواشون الناس وتنتي فشادي البيرار وردي الديسكوات وردي العنخس والسين اختير عنخس القنوس ونقبر شمانايا حتى سما بعيدا خل الاسلام غير زيد التقاليد النخذ العادات النخ وزمان قبر مناين ولكن النظام المغربي قبر منايا مالا نعم النظام المغربي يزنوزا في مغارين السيسي العالم مالا نعم اتراح دغ السعودية تاع دغ الكويت تاع الامارات تاع دغ الطواك ماني ماذا واحد دي العالم تفد انتي مغربيين مع الاسف ويو انت قد زليلت واش دين شان القانون مثلا زي منايا لا سكنيو تسلمي لا ذين الدول العربية نخ إسلامية تجينا تسيد في مغرب شتغا سغي داخل مروكيز أوماس نخ داعيز نخ شان حاجة مين الأردن ثوق عدي الكويت ثم مغرب شتغا ناس عقب وزماش من السيد مغالي أن شم فاسدة عاهرة إذا أنا يثمغ مش هو المشكلة مقرأ إذا ينخ يتهم الشين للملحدين واردة خارق وها يني شي قاد حارب من الاسلام ضد الدين دي خارق نواها لان شنو يوم الدليل القاطع الا النظام المغربي يتحارب الاسلام يتحارب الدين يتحارب الحجاب يتحارب الوصايا الاسلام يتحارب من الناس ربي من الدين من الرسول ما انا ينسى صوت الخطاب زعما تناقش مع زعما ولكن شت سكون تخاخ البهتان باش اختشوهم خصك تشوهم سي خارقا دير وقتي دي ثلث وعلى ويت سنوفوامت أربر مي غير قيمة لنا إلى متى متى ومتى إلى متى نشين خمين دقوز خمين فلنا خثريفيين ونخص شاغ عريف هذه دورة مفاس ضاربة تذمرك ونخص بو يعرف النخ غاسير السياحة الجنسية ونخص بو ثريفيين خاص التيران الجنوس ونقبر جا ونعطي شا لأن غاخي دم من حمال راح إذا من تويزويزن وذين خبوة دم صمار وذين خبوة من غدا آخر ذين خيدا من غاخ الشرف النقاخ الكرم النخ نشين السن إلا ثمغاث مراث روح ثمغاث يروح المجتمع
ما راه تروح ثمغاثي يروح حنجية، ما راه تروح ثمغاثي يروح رواشون، ما راه تروح ثمغاثي يروح الشعب، تروح الدولة تمر، لأن ثمغاث ما راه تصرح تحاج تاع حنجة، تحاج تاع حنجة، حنجة راني غادي يريد هاي زادي تفخ ثمغاث الناس شرف الناس، ولكن ما راه ثمغاث تفغ تروح ويش دغي سقان الرجولة، ويش دغي سقان وغي المقاومة، ويش دغي سقان الثورة، قصوري نير مخزنة مغربي تحارب ثمغاث، إتارت يا زوت يا رز ما دفاق الشغل. نشي نوان زما ونقبر جمالية، نشي نعزو ثمغاث تعريش تتيريس شرف الناس، أتيريس سلسل كرامة الناس، أتيريس عزة النفس الناس. خميت ورا تعريف شديد ذي الديسكويت تقساهور النخ، خميت انت ورا الشعر يقتفق دي التيك توك تقايا ورا عفان يتقسور النخ، ما راي هما مني ثقي ما غالي ان نشي نوجي شاسي وجي شاسي قو ذاني نشي نوجي بوثا ويغابي اني طاوى الفاس اني طاروى ناربط نشي طاروى ناريف ايون مولاي محمد ايون شرف ذا الكرامة ونقبر شيء بدكرين ومنايا. اذا انا نعقب غو سقسير من يحارب الدين ويتحارب الاسلام نهارا، واش غاهم الجرأة تسيون مخمانية واد الزمام؟ واش غاهم الجرأة توجه أور نومي وعلوي واد الزمام؟ ما غالي أن المنافقين في المقابل ذاهم ثاقس تخميخا تهجم من الشين، رغم أنه الشين واد كراديش الحاج تسمى خارج القانون، ني خارج الأخلاق، ني خارج الحياة، ني خارج شنحاج للشين منتج، انتج مسائل قانونية، ندافع خمواد النخ، ندافع الاستقلال تمواد النخ، ما غانعزو أن ننقذ الريف باش ويدي وكيربو ذي جن ذي جن الأوتيل ذا بقران ما مشي دور المغرب نهارا هكش مين نعزو وكا انت من غايدر وقت نسارع الزمان باش المخزن وذا اختي حشي لأن مرين جحر مخزن ذي المخطط قيب ذا دايس نهارا يعرف يعرف يتتا عارف يقخص الحصار عارف يوذن واتف من غشن ورا من غسون عارف ين ما رفق انت تفذين قيم تمغارين واتف انت من غيقن دونك نشين خمين تمن غادي مانا ينت من غادي الاتجاه هو باش تيري في يني وخاص انت تيران بوي غابيا وخاص انت تيران بور مخزن وخاص انت تيران بوي سعودي ولا ذي كويتين ولا ذي اماراتيا نازو ثم غاد تعريف اش اتقي ما مش تغاث جاحنا ناش ذي ما ذي ما شلحناش امني غيرين تمغارين ذي قول ولكن من يتجا نهار ويجي شيا مني من يتبان نهار ويجي شاد منايا من يعزو المخزن غاخي السي وظهيري فيين ويجي شاد منايا نهار النظوة وذيس الخدمة وذيس المعمل وذيس والو ماشا في المقابل رقهيوان الشيشة الشوا الأوتيلة ضدي عار الشوا واش منايا توارم صدفة مريتش تبلع سبتة تبلع أوروبا تنقاسي وذا الوي خاصني غي خدمة دون كذا المخزن خميخاش غيق الحصار غادي يوقع الانفجار الانفجار قتوارد ماني تاوي تاوي غا الفساد تاوي غا المسرايين ويحرين ويدي السوار الخمانة يا ذن الشين ويك دقوز الخمانة يا ذن الشين ويك صغيون يتكاغ تكفوز كموم ذن الشين في المقابل إني الدعان باللي الدفاع عن الإسلام ورادي جوي السوير لا رفقاوات لا الأئمة لا العلماء مرة التزم الصم لكن في الأخير مش ماني ذي تقصر حال تسنج دغوم قارو ذي الدقيقة الأخيرة قارش قاكنيو تحارب من الدين ويك تحارب من الدين ما ذن الشين ما ذكنيو قاكنيو تحارب من الإسلام ويك تحارب من الإسلام ما نشتي ما ذكنيو قاكنيو دخود دا من إسرائيل ويك جر خود دا من إسرائيل ما نشتي ما ذكنيو واش زما ما غتجاو مزيمانا يا واد زما واد زما واد زما ماذا هما تينو لأن الحق ذوا الحق يبان الحق غاسي جموذ مغاس وثنين موذ مو إذا نايد ما ثناخ شي ونقبر شاديري فينا الدور انت فاك الشغورة ما مشي قبرو على ويخت المغربيين الدور انت فاق الشغورة محمد على ويغزا فحن جاء الطمزيان تقال الحجاب يويت غير حبس عفوا مهم كان يويت غير حبس يسو بغي تزيل مدرسة يعني مين داشي قادة يقاشي خستيرين أمام يسمى تواري ذا قزيد يسمى ستقنت بريميا منش غاس انت شوفا فمش نيشا ثم غاث نسموه إما جاها مغاثي دين غاس وسخ موثورة الدع قزيد تغاث قواس الشورت عادي يخساتير يمكن ني وام ثيني من اين يازو دي سقاطا ونوم في مغارين وم دي السيد وام من يازو انت دي سقا محمد علوي سو اني ماشي كابو شيما ابو شيما المنافق فضي الناس قاثيري في يند المتبرجات ومن فغنت 8 مارس 2017 باش فغنت الدفاع عند الحقوق انسان يفغد انت تهميت انت تبرج ايوا ماني تجي ذا المؤمن فغد نهارين خميني قا من يقال الإسلام أبو هريرة البخاري مسلم الترمذي ذي الظاهرة يتا من يقال ابن الباز ابن عيثيمين ابن تيميم من يقال من يقال مسألة خطيرة جدا كيف يعقل في حنجيري ناس تكسر الحجاب أن تنضال الشارع
ماشي كا طارق بن علي، ماشي كا بونيس، ماشي كا مام جاسكا الفيزازيين تغدف عن الاسلام سبورينا تهمنا خصاص الكفر ديال الالحاد الزندقه، ولكن نهار نهار التزم الصمت معرض ولا معرض الكفازي غنتا نفس الشغل. اذا ختاما ايثما ذي السماء، ختاما من عزو خادي نيخ، تهمنا نخ باللي نتقل فتنه، ومن بعد ديبان باللي اكبر ويتقن الفتنه هو ذا المخزن. تغث تهم ناخ نخ تهم في مغاري نخس التبرج، ومن بعد ديبان باللي التبرج من صنع العصابه العلويه. تهم نخ باللي نشين الملحدين تحارب الاسلام، اديبان باللي نشين دي مسلمان والعصابه اكبر من يحارب الاسلام. ومنايا راه تزري من المسيرة نكا 16/9/2023 دي بروكسيل، الكاميرا صواد الطاسيري في ينتو غتزاتشان دي المسيرة، ولكن مغربين وميكينا ابديني العياشة مجاس قان موت موت يا العدو والملك عندو شعبو وراديش زايسن ويز الزوج باش تسلم مش قان قينا الملحدين خشيو نجيبو الملحدين. اذا ويجند الملحد في نظركم ما نمشي ما العصابة قبل يسقوسا يمكن يجي 20 سنة تغمري منازو تصغر النخ قام حقك نيو العملاء الموذين الاسرائيل نهار محمد علوي قال علاقة تطبيع ولدي جواسين نقاش كذ العامل محمد علوي لان تقيد العلاقة اسرائيل نشي نهار نازو تزايا تعاون مثلا قام هكاك نيو العملاء تزايا رغم ان تزايا بلد مسلم وصيدا ربي وصا خواج جاري لا دمسر في المقابل نغوم النظام المغربي يتعامل كبوذين يقا كيسن التطبيع علما انه ذاين نهار قنقني مسر من دي غزة ونغينتن في 1908 واضح. اذا نوارم كارو غيني خايف ما دي السماء هذين يخصيج نتغوي سج الطاس سجلمت لي التاريخ نشين ونتحارب الإسلام ونشاب الرذيلة نشين نحارب المحتل المغربي إيجاد نتا يتحارب الإسلام وينشر الرذيلة نشين نعزو يسمى ثنخ تمغاري النخ وتيرين تبوض العاهرات ممشي يعزو الاحتلال المغربي أذيار يسمى ثنخ عن كمر أنس بالدم.